بس كده ولا اللي ضاع؟ اه اتفضلي عرفي نفسك. انا محتاب الجيلاني. مواطنه مصريه، اخت لكل مصري ان شاء الله وكل عربي. تمام. وبتمنى الحريه زي اي شاب وزي اي بنت وزي اي رجل وزي اي امراه وزي اي مواطن عادي، بتمنى نسيم الحريه، نفسنا نحس ان احنا بني ادمين، دي كل امنيتنا في الحياه. النهارده الحد، عايز اعرف ايه النبذه اللي حصل النهارده الاثنين، اللي حصل اليوم الحد امبارح في ميدان التحرير. اللي حصل ان احنا زي العاده بنبقى يعني معتصمين للاعتصام، زي ما قلت ان احنا الاعتصام ده يعني اوكي اعتصمنا ومكملين عشان المطالب، وان شاء الله بنجهز بنستعد ليوم 8. والاعتصام الصغير بس ده الناس ما تستهونش بيه، هو ده الثمره اللي بنزرعها عشان تبقى الشجره الحلم الكبير اللي هيبقى الاعتصام الكبير بتاع يوم 8 ان شاء الله 7، فما حدش يستهون بيه ابدا. المجموعه الصغيره دول هم احسن شباب، عشان دول اللي بيضحوا وبيستميتوا عشان يكملوا الثوره. ده اولا. طبعا انت عارف حضرتك بتقابلنا فلول، بعض الفلول بتقابلنا بعد المشاكل طبعا، زي طبعا البائع الجائلين. احنا مش حابين الشكل ما يكونش حضاري. ومش معنى كده ان كل البائعين متسولين او كل البائعين برتجيه، لا، في ناس بتبقى محتاجه فبتلاقي فرصه عمل هنا برضه. احنا مش حابين، احنا بنقول بكل ذوق نعمل لكم مكان وتشتغلوا، بس في بعضهم بيبقى مندس، هو جاي ولا بيبيع ولا اي حاجه، هو جاي في وسطنا عشان بس يمسك يعني اي حاجه من الحاجات المشينه زي مخدرات او اي حاجه، يجيب اي حد يصوره تبع الامن وتبقى استوار، بيشوه صوره استوار. فعشان كده احنا الحمد لله عندنا انتباه للحته دي، فقررنا ان احنا استوار هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي، مش عاوزين ناكل، مش عاوزين نشرب شاي، مش عاوزين نشرب قهوه، واحنا مش عايشين بيها اصلا. احنا زي ما انت شايف حتى الميه قافلين علينا وعطشانين، بس مش مهم، كلنا متحملين العطش. فقررنا ان احنا نكلمهم بذوق، يا جماعه فكوا الصينيه، طب لا لا مش عارفه ايه، طب اقعدوا في مكان تاني ونعمل لكم مكان عشان يبقى شكلنا حتى حضاري. طبعا شد وجذب، لان في جماعه هم عايزين يتخانقوا، عايزين يخلقوا مشاكل. بدات المشكله من هنا، زي برده 9 مارس لما جم بعد ما فضلوا الحصان بقى قعدوا يضربوا ويعملوا فضل الحكام، لانهم جايين ووراهم الجيش والامن المركزي واحتقروا الشباب. فعلا احسن ناس احتقرت 9 مارس، ودي طلعنا فتره قريبه جدا. وعشان كده بقول برده، وبعض الاعلاميين قالوا ان احنا برتجيه، اللي هم بيلعبوا تبع الموجه، لو ثوره اوكي وناس اوكي ثوره هننزل معاكم، لو الناس تتمسك معرفش ايه، كانوا برتجيه والمركز العسكري ده كده 100%. في ناس متلونين، فانا بقول لهم ارحمونا، الناس المتلونين المتحولين كفاياهم، سواء اعلاميين سواء سياسيين، بقول انزلوا، محتاجين نرجع كمصريين نتحد نتوحد. مش عايزه حد يقول لي ليبرالي ولا اخواني ولا اشتراكي ولا يساري ولا يميني ولا اي حاجه غير انه مصري. كلنا نتوحد تحت اسم مصريين، ارجوكم عشان الثوره دي كلنا اتحدنا على حاجه واحده بس، الشعب يريد اسقاط النظام، فسقط راس النظام والله اعلم. الناس بتطالب انه يرجع، وفي جلسه بيطالبوا، وعلى فكره شهر 8 في اجازات النيابه، يعني مفيش تحقيق. بعديها باذن الله في شهر 9 طبعا كده هيبقى هو خلاص كمل 30 سنه. الدستور مش من حقك تحاسبه، فمش هيتحكم مباراه. ومش ده هتعينا فلوسنا بس، ده هتعينا المحاكمه. ليه القضاء؟ ليه لحد دلوقتي ما حدوش حتى جلسه عن محاكمه كتله الثوار؟ وسرقنا ونهبنا وابتلنا بالامراض، كل شيء هو واسرته وجثته، بس المنظومه الفاسده اللي كانت محصرانا بتخنقنا 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 لحد ما الناس ماتت. الناس اللي كانت بتروح تسافر دي وبتغرق في العبارات، ما حد سأل نفسه ليه؟ كنت اسال الشاب منه يستلف ويبيع ويدين بيته ويقول لك ايه؟ اللي يحيا منهم، يعني قال ايه؟ عملوا قانون اللي يموت، اللي يموت منهم تاكله تاكل مش مشكله، مفيش تعويضات للاسر، واللي يبقى حي منهم ياخدوه يحبسوه. طب ما سالتوش نفسكم ده الغرب عم بيردوا ليه؟ تسال الشاب، طب لو جاتلك فرصه عمل تاني انت خلاص نجيت من الموت هتروح؟ يقول لك هروح حتى لو انا عارفه اموت عشان احس ان انا بني ادم، عشان الاقي اكل. يعني كذا الاعتصام مستمر لحين؟ الاعتصام باذن الله مستمر، مستمر باذن الله لحين تحقيق كل المطالب الشرعيه الثوريه بتاعت الثوره كلها بتاع الشعب المصري. لما قال الشعب يريد اسقاط النظام كاملا، فهو معناه ان كل الوزارات لازم يحصل فيها تطهير فساد كاملة.
المجلس العسكري جزء من النظام. وبنقول على كل وزارة يا جماعة فيها أكيد الشخص الكويس، فيها مجموعة كويسة، ساعدوا الثوار، ساعدوا اخواتكم المصريين، شاوروا على عدونا الفاسد. مش بنقول كل وزارة فيها فاسدة، أكيد أكيد إحنا مش ملائكة، وبرضه مش كل الناس شياطين. حتى وزارة الداخلية فيها ناس كويسة على فكرة، وأنا شفت ناس كتيرة منها، لكن معظمها ناس فاسدين. فلازم الضابط الحر المحترم تيجي معانا ويقف ويشاور ويكشف أواد الفساد معانا، لازم. وزي الضباط الجمال المحترمين اللي اتقتل منهم وكان في تحتيم اعلامي، وزاره الاعلام لازم كلها تتطهر، كلها، حتى الموديل اللي اتحولوا دلوقتي بقوا مع الثوره كلها لازم تتطهر. كانوا بيقولوا عن اجندات وكنتا عشان ما اعرفش ايه والاكلات والحاجات الغريبه اللي بناخدها دي، لا انا باخد كشكول والله مش اجنده، وانا بتعامل ايه لعبه باليورو، في اي حاجه اعلى من اليورو يا جماعه عشان انا مش بتابع والله البورصه. فانا بقول دلوقتي لازم الشعب المصري يفوق. اللي محزنني قوي ان الشعب لسه بيصدق تاني، لان الاعلام لسه بيضلل تاني. فاحنا بنقول احنا زي ما احنا الثوار الحقيقيين اللي بدأوا الثورة غير المسياسين، هم النهاردة اللي متواجدين وهم اللي هيكملوا. وكمان لنا مطالب كتيرة قوي وقليلة قوي قوي. لو المجلس العسكري بإذن الله بإذن الله إرادة الشعب قوته الثورية السلمية بإذن الله تحقق. طالبين مجلس رئاسي مدني ولا يمكن هنتنازل عنه مهما عمل، مهما خلق ائتلاف شباب الثوره اللي الدكتور عصام شرف للاسف عمل لهم مكتب، عمل لهم مكتب بسيادته عشان قال ايه هم دول اللي بيمثلوا الشعب، غير حقيقي، ما فيش بني ادم منهم حد اختاره. ازاي شباب السويس الابطال ما يبقاش فيه حد ممثل عندهم؟ شباب اسكندريه، شباب البحيره والمحله واسيوط وقنا وكل المحافظات اللي اتحركت، ازاي ما حدش ممثلين منهم؟ لازم يكون في ممثلين من كل المحافظات منتخبه، حط تحتها كذا شرطه، منتخبه تمثل الثوره للاصرار على المطالب مش للتفاوض مع المجلس العسكري ولا مع الدكتور عصام شرف، للاصرار على المطالب مش الظهور على الفضائيات والخناقه على الصراع مين يطلع من برنامج ايه ومن ايه. كده بقول لازم، وده احنا الحمد لله ربنا وفقنا وعملناه وبنحاول نتممه في جميع المحافظات. عملنا حاجه اسمها ائتلاف لجان الدفاع عن الثوره، ويؤسفني انها كانت اسمها ائتلاف لان الائتلافات بقت كثيره دلوقتي، وصلت ان حتى الكلمه بقت مشينه دلوقتي لانها بقت كتير قوي، مع ان الفكره ان الائتلاف هي مجموعات مختلفه اتفقوا على هدف واحد اللي هي طبعا المطالب الشرعيه. كده بقول خلاص احنا هنتحد دلوقتي وهنكمل ثورتنا، ومنها طبعا اللي المشكله حصل عليها واللي هي بدايه الاعتصام ده اللي هو اتعجل بيه، مطالب طبعا اهالي الشهداء. عاوز اعرف دلوقتي ليه الضباط ما بيتحاكموش، والقضيه الواحده اللي الواحد حاكم فيها امين الشرطه الهارب، حكم وهارب، القضيه الواحده يهرب ازاي؟ طب الباقيين ما بيتحاكموش ليه؟ كل شويه ياجلوها ويعملوها، بيلعبوا بينا، بيلعبوا بينا، مش حاجه اتحققت. والاهم من ده ان احنا بنقول طب على الاقل الشهيد خلاص وان شاء الله هناخد حقه وهنستموت عليه. طب المصاب ده اللي فقد عينه وعنده اسره يا حرام بيربيها ياكلها منين؟ ما عندوش عمل، فقد عمله، لازم يطلع له مكافاه، وقبل المكافاه يعالجوه ويجد له فرصه عمل. ما بقولكش شحات ويدي له فلوس، لا، اوجد له فرصه عمل تتناسب مع اصابته، وهو عشان عنده عزه نفس وكان في الثوره عشان بيطالب بالحريه ما كان قادر يختلس، كان قادر يتشي، لكن هو اصر انه يكمل. ايه اللي خلاه هنا؟ ما كان قادر يبيع نفسه، كان قادر يروح يتفاوض زي غيره ويقبض ويروح هنا وهنا، كان قادر لا تعالى اوظفك تعالى اديك شقه زي ما كانوا بيجوا يقولوا لنا عشان نسيب، زي الاهرام كده لما نزلت بند قبل الثوره شقق مجانيه معرفش للفقراء، كان فين الوعود دي؟ كانت فين يا حرام قبل الثوره؟ بيضحكوا على الناس. عشان كده بنقول ان احنا لازم الشعب يكون عنده اصرار كاملا ويعرف ان عمره ما في مطلب هيتحقق واحد فئوي عمره ما يحصل على حريته وعلى لقمه عيشه ولا على وظيفه وعلى سكن مناسب وعلى ميه طهره نقيه مش ملوثه مش ميه مجاري اكل مش مسرطن ادويه مسرطنه دم حتى لما يتنقل الدم يتنقل له فاسد يموت غير لما الثوره تنجح لان الثوره لغايه الان بتبتدي وان شاء الله باذن الله هنكملها. والاهم من كده المصابين دول مبارك يجيبوا له دكاتره من بره اكبر دكاتره في العالم يعالجوه ويسفروا اقل واحد في اي وزاره يتعالج على حساب دمنا احنا دم الشعب من الضرايب اللي يدفعها. طب المصابين دول اللي لازم يتكرموا روح عالجوهم، اللي محتاج علاج فعلا ومالوش علاج في مصر عالجوه بره. لكن ده ياسفني ان المستشفيات هنا الشاب يروح يقول لهم بعينه رايحه يا حرام
عاوز يزرع عيل ولا عاوز شبكيه ولا حاجات بسيطه يقول له 4000 و5000 و2000. طب اجيب منين؟ هجيب منين؟ ده يعني اقل حاجه، اقصى حاجه ان اعالج الناس دي. والاهم من كله ده كمان يعني مجلس رئاسي مدني. ويا جماعه فوق اصحوا يا شعب مصر، ما فيش حاجه اسمها دستور اولا ولا مصر اولا ولا معرفش، لا في حاجه اسمها مصر، والشعب ده هو اللي هو مصر، عباره عن مصر. ما فاتتناش تاني، فاتتونا في الدستور نعم ولا فاتتونا، دي لعبه النظام لسه بيلعب، فهموا بقى احنا شعب اذكى من كده. فاتتونا دلوقتي الدستور اولا، ضيعوا شهر واسبوع، الشهر والاسبوع ده كنا الشعب قادر وفينا ناس كفاءات كتير نعمل لجنة تأسيسية منتخبة لعمل دستور جديد فعلا من جميع طوائف الشعب، وعندنا ناس كتير قوي قوي قوي، ونطرح اسماء 1000 اسم 2000 اسم مش مشكلة، ويحصل تصويت على الاسماء دي في فترة اسبوع، ممكن يحصل التصويت وبعدها يتم الدستور. حكومة مؤقتة تكنوقراط يسير الاعمال زي حكومة الدكتور عصام شرف، مين انتخبها؟ مين؟ اتراسل عصام اللي عمل لهم مكتب؟ مين؟ ومع ذلك قلنا مش مشكلة، مع انه الراجل ده يا سلام محترم، عارفين ليه؟ لانه برضه جزء من النظام، لانه في لجنة ايه؟ السياسات ولا معرفش في ايه كده، المهم انه من الحزب الوطني. مش مشكلة، الراجل محترم وعايز تحسن نيته، اللي برضه ليه موقف كويسة، بس هو وعد وقال انه خد شرايط الميدان، ماشي بس قال انه هينزل الميدان. اولا مفيش ولا مطلب للثوره بيتحقق غير بالضغط مننا احنا، مفيش اي قرار بياخده غير لما المجلس العسكري يوافق. احنا عاوزين يا جماعه تكون اصلا يعني دولتنا دوله برلمانيه ما يتحكمش فيها رئيس ولا شخص، لان ده لو حصل، لو جبت ملاك من السماء وديت له كل السلطه المطلقه هي مفسده مطلقه كده. بنقول لازم احنا شعب واعي، لازم يعرف الناس حاجه تتفتت دستور اولا ولا ثانيا ولا ثالثا. ما اعتقدش يجيبوا لنا شويه كده، احنا عارفينهم كويس قوي، ما فاهمين انا بقول ايه، فاهمين مقطع الحمل بتاع الدستور وما اعرفش القصه دي ويفرقونا. لا، لازم نتوحد تحت مصريين من سر، ويوم 8/7 الناس تنزل، ما تخافش، احنا مش جايين بنقول الدستور اولا، احنا جايين عشان نطلع على المطالب، لازم الناس تنزل معانا. احنا مش بتاع الدستور اولا وخلاص وشكرا ونروح. يجي المجلس العسكري يقول لك ايه؟ انتوا عايزين الدستور اولا؟ حاضر هعمل لكم دستور اولا، مش معاك حقك تحترق، ما انت اللي كنت عاوز الدستور اولا. فاحنا دلوقتي لازم نقول ان احنا جايين للمطالب الشرعيه كلها، والاهم ان بعد ما يحصل اللجنه التاسيسيه اللي تعمل الدستور ده نعمل انتخاب على كل ماده في الدستور، لان ممكن يعمل لك الدستور كاملا ويحصل تصويت ويعملوا بعض المواد ليها. والمجلس العسكري لو قلنا الدستور اولا هو اللي يختار الناس اللي تحط الدستور، هنيجي نرفض، الشعب هيختلف، هيقول لك الله انتوا اللي عاجبكم ده ولا ده؟ وهو راجل رد محترم، واكيد الناس كلها معظمها مش عارفين يعني ايه دستور، بدليل ان الناس لا وبنعم ليه ولا ليه. كده بنقول لازم نعمل توعيه كامله، الدستور الماده دي عباره عن ايه؟ بتخدم في ايه؟ لازم التوعيه هي عمود واساسي عشان الثوره تنجح. لازم كل مجموعه تعمل تنزل متطوعه في كل الميادين، كل واحد يتطوع ارجوكم وينزل ويقول الحقيقه. اللي مش عارف يقرا. وشكرا. شكرا.